موضوعنا أنت عبدي إسرائيل. اسمعي لي أيتها الجزائر، ده العدد الأول، واصغوا أيها الأمم من بعيد. بيبدأ بالجزائر، والجزائر دي اللي هي الحتت المقطوعة المعزولة، يعني حواليها مية، فطريقة الاتصال بيها مش سهلة، خصوصا في ذلك الوقت في إشعياء ما كانش فيه كباري، لسه ما اخترعوش ازاي يوصلوا الجزائر تبقى كباري، فتبقى الجزيرة مش معزولة. يا ناس يا معزولين، تعالوا أقول لكم ازاي ترضوا الرب. يا ناس يا بعاد خالص عن الدعوة، عن الرسالة، ازاي أقول لكم ازاي ترضوا الرب؟ أنا عايز أعلمكم النهاردة حاجة جميلة جدا، عايز أكشف لكم المحادثة اللي بيني وبين ابني الوحيد الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وهو قال لي إيه وأنا قلت له إيه، وهو عمل إيه وأنا رديت عليه إزاي، وهو مجدني إزاي وأنا مجدته إزاي. اسمعوا الكلام ده، ده ليكم أنتوا ياللي ساكنين في الجزائر، ياللي ساكنين في أمم بعيدة، أي حتة في الأرض، كلام ده ليكم أنتوا عشان تعملوا زي ابني الذي به أتمجد. قال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. أول حقيقة ناخدها في تقديم هذا الحديث، في تقديم وبعدين الحديث نفسه، يقول الابن: الرب من البطن دعاني. طيب دي حاجة خاصة بك أنت بس يا سوبا، ما تقول لناش نبقى زيك، ده أنت مدعو من البطن. مدعو من البطن إزاي؟ مدعو من البطن، اسم يسوع كان ما اتعرف إمتى؟ أول مرة يعلن اسم يسوع إمتى؟ بعد ما اتولد؟ لا، ده والملاك مش كده برضه، شكرا للملاك، صح، الملاك وهو بيبشر مريم العذراء: الروح القدس يحل عليك، قوة يظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ولا تلدين ابنا وتسمينه يسوع. بل أقول لكم أنه كلمة من البطن هنا مش لما دخل يسوع البطن، هي من البطن يعني تتفهم يعني حول ذلك اليوم، حول ذلك اليوم. طب امتى تتخيل معايا، احنا ما مش مكتوب الكلام ده بالتفصيل او في الكتاب، لكن عشان ندخل في الكتاب بعمق كده، تفتكر امتى اللحظه اللي بدا فيها الحمل؟ تفتكر امتى؟ مش هنعمل مناقشه يعني، انا متخيل اللحظه اللي بدا فيها الحمل هي اللحظه اللي قالت فيها مريم ايه: هو ذا انا أمة الرب، فليكن لي كقولك. هوب، الروح القدس حل، قوة عليه ظللت. ده في نفس يوم دعوة الملاك، في نفس اليوم اللي ظهر فيه الملاك لمريم. لكن كان الموضوع محتاج مناقشة عشان يجهزها، يفهمها، يشرح لها، وده فرصة أنها تسأل كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً، كل ده. واسم المسيح معروف: تسمينه يسوع، تسمينه يسوع. فمن البطن دعاني، يعني في المفاوضة الخاصة بالحمل دعي اسمي فيها، وبعدين دعي اسمه يسوع، وبعدين ظهر الملاك ليوسف وكلمه قال له برضو أن اسمه يسوع، وده عمانوئيل، وده النبوة بالعذراء، ووضح له الموضوع. دعي أولا لمريم، ثم دعي ثانيا ليوسف، وولد يسوع. الرب من البطن دعاني، ده خاص بيك أنت بس يا رب. تفتكروا الكلام ده صح؟ طيب هل في ناس تاني في العهد القديم وفي العهد الجديد بعد المسيح دعاهم الرب من البطن؟ لأن في آية في الكتاب بتقول: يا ذاك كونتاني كلي جميعا، صورت أعضائي
أيوب قالها. فكلنا الرب كوننا في البطن، عشان كده كل اللي بعدوا عن الله ورفضوا دعوة الله لهم هم مخطئين. الرب دعاهم من البطن، لكن لا مش عايزين نمشي وراك. ليه؟ لأجل روح الكبرياء وروح الغطرسة وروح العناد والغواية الشيطانية. أعمى أذهان، أعمى ذهنه، أعمى أذهان غير المؤمنين. طب أنا مش عايز أمشي وراك، مش عايز أمشي. ما يقدرش ربنا يجبره، ما يقدرش يجبره، ما يقدرش يجبره. ليه؟ طبيعة الله كده، طبيعة الله أنه يحترم خليقته. هو خلق الإنسان ذو إرادة مستقلة حرة يمتلكها الإنسان. كل إنسان فينا يمتلك إرادته. تستطيع أنت الآن بكل قوة أن تشتم الله، اشتمه ولا يعمل لك حاجة، اشتمه. يا من شتمت ربنا، فين ربنا ده، فين ربنا ده، فين ربنا ده، ما عمل لهم مش حاجة، ما فيش نار نزلت كلتهم. ممكن يحدث لكن عادة ما بيحصلش، بيدي له فرصة واثنين وثلاثة ومية ومتين، وفي الآخر الحساب يجمع فوق. فالإنسان يمتلك إرادته، لا يقدر الله أن يسلب إرادة الإنسان. لازم تجيلي بالعافية، لازم تخلص بالعافية. ولا أي حد فينا عنده أخلاق يقدر يتجاوز واحدة بالعافية، ما يقدرش. إن لم يكن في توافق لا يتم خطبة ولا زواج، وإن لم يكن توافق بين الله والإنسان لا يتم خلاص، ولا يتم خطبتك من المسيح، ولا يتم زفاف في السماء. لكن الرب دعا كل البشر، وعندنا الآية المشهورة، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الله لا يشاء أن يهلك أحد، مش عايز واحد يهلك، دي إرادة الله. الرب من البطن دعاني، دي مش بس عنك يا يسوع، دلوقتي احنا فهمناها، عننا كلنا، عندنا كلنا. الرب من البطن، امال يعني كوني كده ليه؟ لغرض ان امجد الله في حياتي. من احشاء امي ذكر اسمي، اذا كان يعني ده رسمني عضو عضو، رسمني من الاحشاء للخارج للداخل، للامور النفسيه، للمواهب الطبيعيه، للوزنات. اسمي مش مذكور، اسمي مذكور عند الله. من بطن امي دعاني، من احشاء امي ذكر اسمي، وجعل فمي كسيف حاد. طب دي عليك برضو ولا علينا؟ خدها مختصر عشان ما نختلفش كل شوية. مفيش حاجة في هذا الأصحاح إلا علي وعليكم، دي إجابة المسيح، لأن دي صورة العبد بتاعتي، صورة العبد أساسا أنت اللي خدتها قبلي. الإنسان أخذها لما اتخلق في آدم، آدم خلقه على صورة الله خلقهما، وهذا هو العبد الإنسان اللي المسيح أخذ صورة عبد، أي صورة إنسان خلاص. فما فيش حاجة في هذا الأصحاح إلا للمسيح ولنا. جعل فمي كسيف حاد، لذلك سنعطي حسابا عن كل كلمة قلناها بفمنا هذا. كم من كلمات قطعنا بها رقاب وأزللنا فيها نفوس وأهلكنا بشر، وكم من كلمات استخدمها الله لمجد اسمه المبارك. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما هو صالح للبنيان كي يعطي نعمة للسامعين. خد بالك من كلامك، أول درس لسه المسيح ما دخلش في الحديث ده، المقدمة. جعل فمي كسيف حاد، خد بالك من كلامك. كمالة العدد الثاني، في ظل يده خبأني، في ظل يده خبأني. لكن ده مش بالعافية، مش بالعافية. يعني ايه؟ يعني الله بيظلل على الإنسان. طب والإنسان؟ الإنسان لازم يفرح بظل الله ويحفظ نفسه في ظل الله. طب دي جبناها فيها إرادة الإنسان إزاي؟ يقول الساكن في ايه؟
في ستر العلي في ظل القدير. ايه ده؟ مين ده اللي ساكن هناك؟ يقول الساكن. يعني ايه الساكن؟ يعني هو قال انا يا رب عايز اسكن تحت ظلك. مش بس ربنا جاوب بالعافيه، قال اسمع انت هتبقى تحت ظلي بالعافيه، اوعى تتحرك، لو اتحركت اموتك. ما بيعملش كده ربنا، ما يقدرش يعمل كده، مش طبيعته. ما فيش حاجه بالعافيه عند ربنا، ما فيش حاجه بالعافيه، لكن بيقدم ظله. انت مبسوط بظل الرب؟ انت مسرور بستر العلي؟ انت عايز تسكن هناك؟ اه خلاص، يبقى اتفقنا حبيبي. يبقى الساكن في ستر العلي في ظل القدير. يا بيت المسيح قال له قوي 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 قوي، ده الدنيا مليانه نار ومليانه شر ومليانه غلب، ده بدون سترك الدنيا لا تطاق. الرب قال له ما انت عبدي اللي بتمجد بيك، انت اللي فاهم كده، انت اللي فاهم. يا ريت في غيرك يتقال عليه والفاهمون يضيئون. الفاهم ينور، اللي هو يجري ورا ستر ربنا ويستخبى فيه، يقول له ستر استرني يا رب، استرني يا رب، استرني. الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، في ظل يده خبأني، جعلني سهما مبريا. سهما مبريا، والسهم المبري شويه شبهنا قبل كده بايه؟ السيف الايه؟ السيف الحاد. ايه السهم المبري ده؟ يعني سهم مبري. ايه مبري ده؟ يعني عارف زي الالم المبري ده اللي تكتب بيه بسهوله قوي، قلم رصاص كده بيدهولنا، تلاقي السن بتاعه طويل كده ورفيع ويرسم دقيق وكل حاجه ينفذها بكل دقه. أو السهم مبري كده، السهم مبري ده يوصل هدف على طول، سواء هذا الهدف تمجيد الرب أو قتل البشر. ما سهم مبري ما يدخل يموت على طول، يموت أعمال إبليس، يبيد أعمال إبليس، أو يهزم البشر، يقتل البشر، يجرح البشر، يشوشر على البشر، يلخبط البشر. ده سهم مبري وده سهم مبري. أيها الإنسان اعلم أين نهايتك، لأن نهايتك تتحدد من هنا، من سلوكك ومن حياتك ومن علاقتك بالمسيح. علاقة حقيقية أمينة أم علاقة صورية خارجية هزلية لا قيمة لها؟ جعلني سهما مبريا في كنانته. ايه كنانته دي؟ اللي هي جعبته. اخفاني. الكلمه دي مع انها بسيطه خالص وجايز معناها يعني مش واضح، لكن معناها جميل جدا. لما يقول في كنانته اخفاني، يعني في جعبته اخفاني، معناها يعني هو بس السهم الوحيد اللي في الجعبه ولا في سهام تانيه؟ معناها في سهام تانية. تصوروا في جعبته أخفاني، الجعبة دي فيها كل المؤمنين القديسين، كل المؤمنين القديسين. مش بتكلم عن الخدام اللي ربنا استخدمهم وحيستخدمهم لغاية لما يجي في إعلان الكلمة، لكن بقول كل المؤمنين، كل المؤمنين اللي آمنوا بالمسيح في نفس الكنانة، في نفس الجعبة، في نفس اللي بيشيلها حامل السهام دي ورا ظهره ويحط فيها السهام، نفس الكنانة دي نفسها فيها يسوع وفيها كل المؤمنين. ده أنا أو أنت المؤمن، يعني لو ما شابهتش المسيح تبقى مجرم، مجرم. ده المسيح جنبك في نفس الكنانة، المسيح جنبك وبيطلقه الرب كسهام بيد جبار. مش عشان المسيح قال عن مين؟ هكذا أبناء الشبيبة، يا أولادي يا أولادي خليك سهم في يد جبار زي ما المسيح كان كده. قلد المسيح، قلد المسيح. ده تقديم. ندخل في الموضوع على الثلاثة. وقال لي أنت عبدي إسرائيل. إيه الموضوع هنا؟ قال له انت ايه؟ انت ايه؟ عبدي. الموضوع بتاعنا النهارده كده. انت ايه؟ عبدي اسرائيل.
يعني ايه عبدي؟ يعني عبد الرب. طيب يبقى ايه شغلتك يا عبد الرب؟ ايه شغلة العبد؟ شغلة العبد ان هو يعمل ايه؟ يطيع سيده. ايه تاني؟ يريح سيده. ايه تاني؟ يشبع قلب سيده. ايه تاني؟ حد عنده حاجه تاني؟ يخدم سيده، يحب سيده. احب سيدي، العبد العبراني، احب سيدي، يطيع سيده. طبعا غريبه، ما حدش منكم قال يطيع عدو سيده. انتم يعني سامحوني مش فاهمين يعني ولا انتم فاهمين؟ ما فيش عبد يطيع عبد سيده، يطيع عدو سيده. يعني يطيع عدو سيده؟ يعني يخدم عدو سيده ده؟ طب ما العالم بيعمل كده، ما العالم مش فاهم العبد يعني ايه. ايه كلمة عبد؟ انتوا قلتوه، واي حد عاقل يقول اللي انتوا قلتوه. عاقل العبد كده، وده اللي قاله المسيح بصريح العبارة. لا يقدر خادم ان يخدم سيدي، ما يقدرش، ما يقدرش، لانه اما ان يطيع الاخر ويحتقر الاخر، أو يخدم الآخر ويبعد الآخر. يعني إزاي يطيع سيدين؟ إزاي يطيع سيدين؟ ينفعش. ليه؟ لأن السيدين عدو بعض. رسالة المسيح أنقذ أعمال إبليس، رسالة الشيطان ينقذ أعمال المسيح، وأنا بخدم الاثنين. يا تافه يا شيطاني، أنت مش فاهم حاجة خالص. المسيح كعبد الرب المتألم لا يخدم إلا سيده، لا يحب إلا سيده، لا يطيع إلا سيده، لا يكرس نفسه إلا لسيده. أحب سيدي، ده العبد العبراني. أنت عبدي إسرائيل، عبدك، أنا عبدك، أنا عبدك. الفكر الروحي هنا، المسيح عبد الرب، الآب هو السيد، يبقى أبي أعظم مني على طول، على طول، لكي تكون العلاقة سليمة مرتبة كتابيا. فمش لما قال المسيح أبي أعظم مني يبقى إزاي يكون هو والأب واحد؟ هو والأب واحد، لكنه عبد الرب الذي به يتمجد الله. يا سلام يا رب، لك المجد، لك المجد. الآب رأس المسيح، لكن المسيح كعبد الرب لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئاً إلا ما يرى الآب يعمل، فذاك أفعل. يعني يعمل نفس الأعمال بتاعة الآب، لكن ما يقدرش يعمل حاجة خارجة من الآب، وبالتالي الآب ما عندوش حاجة يقدر يعملها خارج عن الآب، لأن كل ما يعمله أبي هكذا أنا أفعله أنا أيضاً. علاقة مجيدة جداً في اللاهوت بين الله وعبد الرب. اتمتع بالعلاقة دي بينك وبين الله، اتمتع. اوعى تعمل حاجة ما بيعملهاش ربنا، اوعى، وبالتالي اوعى تعمل حاجة ما عملهاش المسيح، لأن المسيح هو الله. هذه العبودية الحقيقية، أنت عبدي إسرائيل. انتقل لتفصيلة تانية في العبودية. لما يكون العبد عليه يخدم سيده ويحب سيده ويتبع سيده ويطيع سيده، يبقى لازم العبد يعرف إرادة سيده. المسيح عرفها لأنه هو الكلمة اللي صار جسد، عرفها كلها لأنه هو في اللاهوت. المسيح أنعم علينا بهذا الكتاب المقدس. مذكور في إيه الكتاب المقدس ده؟ مذكور في وصايا الله، مذكور في إرادة الله، مذكور في عمل الله، مذكور في كل القصص اللي ربنا أراد يبينها لنا في الكتاب. طيب يبقى العبد مننا عليه يقرأ الكتاب ويدرسه ولا يهمله؟ يهمله، تبقى أنت مش عبد الرب الأمين. ممكن تكون عبد سهيان، عبد غلطان، عبد تعبان، لكن العبد الأمين
يدرس كلمة الله دراسة يطيعها طاعة. ده الرب قال لك أنت عبدي اللي عايز أتمجد بيك. المسيح قال له أنت عبدي إسرائيل الذي بيه أتمجد، وفعلا تمجد فيه. الرب عايز أتمجد فيك ويتمجد فيه. علينا بقراءة الكتاب، بالتأمل في الكتاب، علينا بالامتلاء بالروح، الامتلاء بالأعمال الصالحة، الامتلاء بحياة الرضا بيني وبين إلهي، الامتلاء بالشركة، الامتلاء بالحضن الإلهي، شماله تحت رأسي، يمينه تعانقني. اتمتع بسيدك، اتمتع بسيدك. ده سيدك جالك آخذا صورة عبد، قال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد. أما أنا العبد بيتكلم، الرب يسوع بيتكلم. فقلت عبثا تعبت باطلا وفارغا أفنيت قدرتي. يعني يا رب أنا وصلت للصليب وما جبتش حاجة. إيه كلام غريب ده؟ لا مش غريب. فين الأمة الإسرائيلية؟ الأمة الإسرائيلية كل أورشليم بتهتف اصلبه. إيه ده؟ حصل وما حصلش؟ حصل. الكل هدفه اصلبه، اصلبه. بيلاطس هو اللي بيدافع عني، بيلاطس هو اللي مش عايز يصلبني، بيلاطس هو اللي واقف في صفي، بيلاطس هو اللي بيتناقش معايا ما هو الحق، ما سمعش وطلع. لكن يعني مش بيتناقش بجد قوي، لكن هو الوحيد اللي فيه الرمى، والرمى ما جابش نتيجه معاه. لما الأمة الإسرائيلية رؤساء الكهنة الفاهمين وغير رؤساء الكهنة وكل الأمة الإسرائيلية اصلبه، اصلبه. بيلاطس يعرض عليهم ما ايه اي شر عمل هذا اللي يبررني بيلاطس؟ والأمة الإسرائيلية بتهدني رفضاني. خلاص خلص، خلص الموضوع. لكن يكمل المسيح يقول لك انا عارف حاجة عايز اقولها لاخواتي العبيد اللي زيي. لما تلاقي نفسك وانت عبد الرب وكلهم مهمتك تطيع الرب، وتلاقي البشر رفضوك ولا يهمك، ولا يهمك. تلاقي البشر بيصلبوك ولا يهمك. تلاقي البشر بيهتفوا ضدك ولا يهمك. مش انت بتحبه الهك؟ مش انت بتعبده؟ مش انت بتخدمه؟ مش انت امين معاه؟ اسمع الكلمة اللي جاية دي. ايه يا رب؟ يقول ايه؟ يقول لكن حقي عند الرب وعملي عند الهي. ايه بقى الكلمه دي بقى يا رب؟ يعني خزن حقك عند الرب، خزن حقك عند الرب، خزن امانتك عند الرب، خزن عملك عند الرب. دي مخازن، دي مخازن السماء، مخازن السماء. حينفجر كالفجر نورك، سينفجر النور. حقك حيظهر، عملك حيظهر، مجدك حيظهر. وده اللي حصل. ستجثو باسم يسوع كل ركبة من على السماء، فوق السماء، وما على الأرض، وما تحت الأرض. ليه؟ لأنه ما هموش ياخد مجد من الناس، ولا همه ياخد رضا من الناس، ولا قاعد بيجمع علاقات مع الناس. لكن إيه اللي كان بيهمه خالص؟ أنه عبد لله، عبد الرب المتألم. حقي عند الرب، عملي عند إلهي. والأب مسرور سرور، يا سلام، ابني ذهب إلى العالم وأكمل الرسالة، أكمل الطاعة، أكمل السلوك بالقداسة، أكمل كل شيء. قال لي كلمة، قال لي كلمة هناك على الصليب، قد أكمل. وأنا قلت له تمام، هو ذا المطلوب، تمام، قد أكمل. لذلك أقامه الرب نورا للشعوب،
دي جايه بعدين بقى. فقد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض. عدد 6. هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوس للمهاني نفسه. مين المهاني نفسه ده؟ يسوع. محتقر ومخذول من الناس، رجل اوجاع ومختبر الحزن. اسمع يا يسوع، يا مهاني النفس، يا مكروه الامه، كلهم بيقولوا عليك اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى اولادنا. ايه السؤال ده؟ قالوها قالوها. واتخذ الدم سنه 70، اتخذ ثمن الدم. اسمع يا يسوع، ينظر ملوك فيقومون. ينظروا ايه؟ ينظروا مجد يسوع. انت المجيد، انت المجيد. رؤساء فيسجدون لاجل الرب الذي هو امين، وقدوس اسرائيل الذي قد اختارك. اخي، الكلام عن مجد المسيح كلام عن امانه المسيح، لكن الرساله ليك وليا، انا محتاج اكثر ليا وليك، مش مشكله مين الاول، الرساله لنا كلنا. الرساله اسلك كما سلك ذاك. اهتم انك تكون عبد الرب، اهتم ان ترضي سيدك، اهتم ان لا ترضي الا سيدك، اهتم ان هو الوحيد الذي ترضيه، اهتم بالكتاب المقدس، اهتم بالسلوك المقدس، اهتم بالحياه المقدسه. حقك مخزون عند الله، برك مخزون عند الله، عملك مخزون عند الله، ستكافئ عنه ممكن هنا في الأرض من القديسين الأفاضل لكل مسرات الرب، لكن بالأكثر حينما يظهر الرب ليعطيك حقك في السماء. ما أجمل هذه الآية، شعار خدمتنا هنا. قال الرب أنت عبدي إسرائيل، أنت عبدي إسرائيل، عبدي، أمير الله، خادم الله، ممثل الله، ولإلهنا كل المجد الأبد. أمين.